السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم طريقه المخ بمطيشه. هنايا عندنا 300 غرام ديال المخ، هذا المخ الغلمي او البقري اللي كان عندكم. عندي 500 غرام مطيشه، عندي هنا نص معلقه صغيره، النص ديالها الخرقوم، الملحه خلاص كتبقى على حسب الاختيار، نص معلقه ديال الكمون، عندي ديك التحميره اللي راه سبق لي وحضرتها لكم في الفيديو ديال العطريه، انا راه هي اللي ندير، ولكن الا ما كانتش عندكم اديروا معلقه صغيره نتاع التحميره يعني الشونيه. هنايا عندي الحامض مرقد، راه تا هو سبق لي وريتكم كيفاش تحتفظوا به. هنا عندي القليل من السودانيه، هنا عندي معلقه صغيره ديال الثومه، عندي معلقه كبيره قزبر ومعدنوس، زيت العود او زيت اللي كطيبوا بها. هنا عندنا الماء راه غليان، غنديروا فيه شويه ديال الملحه، غادي نديروا فيه هذا المخ هذا اللي عندنا. المخ راه حنا راه نوريكم كيفاش سميتو، كتقبطوا المخ هكا كتحاولوا تحيدوا منه، كيكونوا فيه ديك العظيمات نتاع الراس بعد شي ساعات خصكم تحاولوا تنقيوه مزيان، يعني كدوزوه المخ كدوزوه بين يديكم باش ما يكونوش فيه ديك العظامه الرقاقين، شويه كيجيو صعابين. هنا الماء راه غليان، درت فيه الملحه، عندي فيه هذا المخ راه هو مغسول ومنقي من العويدات من ديك العظيمات اللي كيكونوا فيه نتاع الراس. هنا غادي نردو يتسلق تقريبا واحد 10 دقائق. هنا المخ راه حنا رديناه كيتسلق، دابا هنا غادي نقيو مطيشه، هنا ما دي نحكوهاش، غادي يعني غادي نقرطوها، كنقيو مطيشه هكا، مطيشه راه عندنا مغسوله، هنا راه الزريعه غادي نخليوها ما دي نحيدولهاش ما دي نعصرولهاش ما هاد الزريعه ديالها. المطيشه غادي نقرطوها هكا غير هكا طريفات، ما نحكوها ما نطحنوها، غير هكا تقر طريفات. هي مطيشه حنا قردناها، هي مقرده. هنا دابا غادي نزيد واحد 4 المعالق نتاع الزيت، الزيت كيبقى لكم الاختيار، بلديه ولا روميه. مطيشه مع الزيت ردهم يبداو يتشحروا باش عاد ندير التوابل الاخرين. هنا مطيشه مع الزيت بدات كتشحر، حنا ما درنا لا ما لا والو، ولكن الزريعه مطيشه ما عصرناهاش من الماء، خلينا الماء ديالها فيها باش غادي يطيب فيها. هنا دابا كنزيدو هاد شويه نتاع الثومه، هاد المعلقه ديال الثومه، نخليوها تتشحر عاد نديرو العطريه. الثومه مطيشه والثومه هي تشحرات، راه ما بقاش فيها الماء بزاف، حتى ديك مطيشه هكا كندعقوها شويه ما كنخليوها صحيحه. هي مطيشه راكم عارفين غير كتشم غير يعني غير كتصهد راه كترطب. هنا دابا غادي نزيدو هاد التوابل، عندنا هنا هذيك التحميره اللي راه سبق لي وحضرتها، ما كانتش عندكم يمكن لكم ديروا معلقه الشاونيه. هنا الخرقوم، الكمون، الكمون دائما مع دقينه في الدار يعني طحنينه في الدار ضياري، ما تكثروش منه، الا فاش كنكثروا كيمرر. راه حنا درنا غير نص معلقه صغيره. الملحه على حسب الذوق، هنا السودانيه هذه حتى على حسب الذوق، ولكن هذا الشيء اللي كتكون فيه شرموله ومطيشه وهذا راه كيمشي معاه الحرور، كيتلذذ بالحرور، غير ديروه على حسب القياس ديالكم. هنا غادي نشحروا هذا الشيء، نخليو ديك مطيشه حتى ما تبقاش كاع صحيحه، عاد باش غادي نزيدو عليها المخ. المخ ديالنا راه هو تسلق ما بين ديك 6 دقائق 10 دقائق على حسب العافيه، الا كانت العافيه مجهده راه حنا كنديروا غير 6 دقائق، كانت العافيه مهيله راه كنخليوه حتى ديك 10 دقائق. دابا غادي نصفيوه. هاد اللحم كنقطعوه هكا طريفات صغار، واللي ما عندوش الحامض هكا مصير ممكن ديروا حتى معلقه، ماشي معلقه،
نص معلقه صغيره ديال الخل الا ما توجش الحامض. هكا كنقطعو طريفات. يا راه حتى كتشحر لنا مطيشه مزيان هاد لاصوص ديالنا، هانتوما كتشوفو يعني ما شحر مزيان يعني مطيشه طايبه. لحقاش الا زدنا كون زدنا الماء على مطيشه وهي مازال خضراء يعني هادي تحتاج واحد الوقت طويل فينا طيب. دابا عاد نزيدو تمن واحد نص كاس نتاع الماء، هذا غير كاس د العنبه تقريبا ديك 4 المعالق، 4 المعالق كبار. هاد الوصفه كتوجد زعما دغيا ساهله في التحضير. حنا نخليوها دابا حتى تغلي باش عاد نديرو المخ ديالنا. هنا المخ راه حنا غادي نقطعوه، ما غادي نديروهش هكا كصحيح، غادي نحاولوا نقطعوه طريفات كبار ما يكونوش طريفات صغار. ما نرققوش باش ما يذوبش. المخ ديالنا هو كيطيب انتم كتشوفوا، واحد 5 دقائق وعاد نزيدو عليه الحامض والمعدنوس. هنا دابا غادي نزيدو هاد الحامض بعد ما دازت 5 دقائق، نزيدو هاد المعدنوس بعد ما درنا ديك الحامض والمعدنوس. راه نخليهم يغليو واحد 5 دقائق، وإلا كانت المخ ديالكم ومطيشه كانوا ناشفين نزيدو واحد 2 معالق تاع الماء. ها نتوما كتشوفوا انا راني زدت 2 معالق د الماء من مور ديك 4، يعني راه هنا نزدت 6 المعالق ديال الماء. بعد 5 دقائق ها نتوما كتشوفوا راه ما بقاتش المرقه بزاف، ما كاينش زعما المرقه، كاينه غير لاصوص وطريفات المخ ديالنا باينين. المخ ما كنحركوهش كاع بحال دابا، حتى لا كتبو بغيتي تحركي باش الطاوة ولا المقله ما تلصقلكش. فاش كنبغيو نحركوه راه كنديرو غير كنزعزعو ديك المخيخ ديالنا هكا، يعني باش كيبقى هكا صايم كيبقى صحيح. المخ ديالنا هو واجد هكا، كنتمنى يعجبكم وما تنساوش الخيرات في القناه ديالي على اليوتيوب، وخليولي الاقتراحات ديالكم في التعليقات. بالصحه وراحه.